سألت جدتها لأبيها ما وجهة تلك النجوم السبعة. أجابت سؤالها بسؤال: يا هند، ماذا ترين غير سبع نجمات؟ قالت هند: بنات يلعبن وربما يجرين خلف بعضهن. قالت لها الجدة: يكفيك ذلك اليوم. مرت السنوات كلمح البصر، وتذكرت هند قصة النجوم تلك وعادت تسأل جدتها وأصرت الحصول على جواب. إذا انتبهت جيدا يا هند، وأشارت بيدها إلى السماء، ستجدين حكاياتنا هناك بخيرها وشرها، فالسماء توثق كل شيء. ومضت الجدة تحكي. كانت لذلك الإعرابي سبع بنات، وذات مرة اختلف نعش أبو البنات مع صاحبه سهيل، فقتل الثاني الأول، فأقسمنا بنات نعش ألا يدفن أباهن حتى يأخذن بثأره من سهيل. علم سهيل بذلك فهرب إلى الجنوب الشرقي، وما زلنا بلا راحة أو سكينة في أعقاب سهيل. لم ينتقمن لوالدهن أو يدفنه أو يدركن من الحياة شيئا. الانتقام والثأر وحتى الكراهية طاقة حسية لها تردد موجي في هذا الكون الفسيح، تطلقها نحو هدف محدد، عادت إليك محملة بعطايا نظيرتها، فهي تجذب خلال رحلتها كل مثيل لها شبيه لترددها. أمنت بذلك أو لا؟ إنها حقيقة، ولك أن تتأكد بنفسك أو جرب. إذا صدرت منك طاقة شريرة ستأكلك أولا قبل البقية. حول تلك الطاقة لعمل الخير وستبهرك النتائج، فاحذر من أن تحاسب على حياة لم تعشها أو عشتها بخيارات خاطئة حتى النهاية. العمر ينعاش مرة واحدة، عيشوه صح وبرضا أيضاً.